مرحبا بكم في هذا الشرح حول لغة البرمجة أورلانج. في هذا الشرح سأستخدم الكتاب المسمى Learn New Some Erlang for Great Good. فهذا الكتاب هو كتاب مجاني حول لغة الأورلانج. هنا يمكنكم تحميل السورس كود الخاص بهذا الكتاب، اشتراء الكتاب إذا كنتم تريدون دعم الكاتب. ندخل هنا على، فهو كتاب شامل حول لغة الأورلانج من الأساسيات حتى الأشياء المتقدمة، وسنستخدم هذا الكتاب كدليل في هذا الشرح حول لغة الأورلانج. نبدأ مع starting out the shell. فالشيل الخاص بالأورلانج فهو المسمى ب URL. تكتبون كلمة URL وتدخلون على الشيل الخاص بالأورلانج كما شرحت في الدرس السابق حول تنصيب لغة وفضاء البرمجة أورلانج. للخروج من هذا الشيل تقومون بالضغط على كنترول سي مرتين ومن ثم الخروج. فالعبارات على لغة أورلانج فهي دائما تنتهي بنقطة، فنقطة يعني أن العبارة انتهت. مثلا 1 + 2 نقطة. فالمتغير أ يحتوي على الناتج، إلا أننا لا يمكننا القيام ب A يساوي 4 لأن المتغيرات في الأورلانج تستخدم مرة واحدة. أما إذا قمت بوضع A تساوي 3 مرة أخرى فستشتغل. كما تلاحظون ف A هو عبارة عن متغير شامل خاص بهذا الانتربريت. لا يمكننا القيام ب A يساوي A زائد 2 كما عهدتم في لغة سي، فهذا شيء غير ممكن على لغة الأورلانج. مثلا ديف 10 5 و10 باقي قسمة 2 فهو 0 وباقي قسمة 10 على 3 هي 1. هنا سنتطرق إلى تمثيل الأرقام على قواعد مختلفة. فهنا فرقم 2 هو قاعدة الحساب المكونة من رقمين وهي البينار، فهذا العدد بالبرناري يكافئ 21 بالنظام العشري. وبنظام الهكس
تضعون رقم قاعدة الحساب وعلامة جياز، وهنا تعبير الرقم على تلك القاعدة. هنا نمر إلى الأتومز، فالأتومز هي نوع من الفاريابل يمكننا من قراءة التعابير. مثلا ميل أحمد، فهذه العبارة تتكون من قسمين، فالقسم الأول هو الأتوم، وهو نوع من الفاريابل يمكن فقط استخدامه لمقارنة التعابير. مثلا يمكن القيام ببي يساوي أو ميل نيم يساوي أم. بهذه الطريقة تقومون ب ميل، يقوم الكومبايلر بميل بهذه الطريقة، يعني مقارنة الأتوم بالأتوم، ومن ثم وضع قيمة الفاريابل على نيم. كما تلاحظون الآن فنيم أصبح يحتوي على اسم أحمد. مثلا عبارة أخرى نسميها أنفو، بهذه الطريقة عفوا، فالأتوم وجب كتابتها بحروف صغيرة، والفاريابل تبتدئ بحروف كبيرة. والجنس فهو ميل بهذه الطريقة. فأنفو الآن أصبح يحتوي على هذه الستراكتور. إذا كنا نريد مثلا أخذ قيمة سيتي من هذه العبارة، نقوم بالماتش بهذه الطريقة، أي أننا لا يهمنا قيمة الحقل الأول في التوبل، ويهمنا فقط الحقل الثاني، وأيضا لا يهمنا قيمة الحقل الثالث. ومن ثم نضع أنفو تساوي هذا الهيكل. بهذه الطريقة فإن المتغير M أصبح يحتوي على قيمة السيتي. إذا كنا مهتمين بالقيمة نضع سيتي و سيتي نيم. الآن فالسيتي نيم أصبح يحتوي على قيمة المتغير. كما تلاحظون فهذا هو الدور الخاص بالأتوم، فالأتوم تمكننا من تحليل ومقارنة هياكل البيانات.
هنا بعض التفاصيل حول الأتوم، معلومات حول القيم الجبرية فغي وفو، هنا مقارنة الأعداد مثلا 5، خمسة تساوي 5 فهي فغي. فهذا رمز التساوي وهذا رمز تخالف. التوبلز لقد قمت بشرحها للتو، فهي نوع من الستراكتر الخاص بالأورلانج. فأنفو فهي توبل، توبل يحتوي على ثلاثة توبل أخرى بداخله. فالتوبل يمكن أن يحتوي على أي شيء، مثلا قيمة و بهذه الطريقة كما تلاحظون. فالتوبل يمكن أن يحتوي على أي شيء، وإذا كنا نريد تجاهل قيم توبل في الماتش باترن نقوم بوضع أندرسكور فدي، فهي التوبل الموضوع بالوسط. هنا الليست، سنتطرق إلى الليست. فالليست هي عبارة عن array أو تابلو HT دو الري تعطينا الهيد، وهي القيمة الأولى في هذا الجدول، والتل أو التير تعطينا القيم الأخرى ناقص الهيد. هنا الكونكاتينيشن الخاصة بالأري، مثلا إذا كنا نريد إنشاء أري آخر نسميه أري واحد، فهو يساوي مثلا تبل وأراي. بهذه الطريقة قمنا بوضع تبل في بداية الأراي، ومن ثم إضافة محتوى الجدول مرة أخرى. إذا كنا نريد أخذ القيمة الأولى من هذا التوبل الموجود في بداية هذا الجدول نقوم بالأمر التالي، نسميه var ونتجاهل القيمة الثانية في التوبل ونتجاهل أيضا ما يوجد على ذلك الأري من تير، ومن ثم نكتب الراي واحد. فقيمة var تحتوي على 23. إذا كنا مثلا نريد استخلاص القيمة الثانية نتجاهل القيمة الأولى
ونتجاهل بداية التوبل. بهذه الطريقة. أما إذا كنا نريد أخذ قيم التيل فنتجاهل فقط الهيد بهذه الطريقة. فالتيل هي الأراي الذي تعاملنا معه في السابق. List comprehension. فليست كومبريهنشن تمكننا من القيام بعمليات على عناصر الجدول. مثلا لكل عنصر من هذا الجدول نقوم بتنفيذ دالة F. مثلا نأخذ مات ساين دو اتنان، نريد مثلا حساب دالة ساين لكل عناصر هذا الجدول. نقوم ب مات ساين تو اكس، و اكس هو قيم الاراي كما تلاحظ. يعني اكس ينتمي الى هذا الجدول. نقوم بتنفيذ الدالة ساين دو اكس لكل عناصر هذا الجدول. مثلا نسميها ال مات ساين دو اكس، اكس ينتمي الى ال بهذه الطريقة. مثلا دالة last على L مثلا last على V القيمة الأخيرة فهي أيضا نفس قيمة دالة L على V. فالتيل تأخذ التيل وليست النهاية، فدالة لاست تأخذ القيمة الأخيرة فقط. إذا كنا مثلا نريد كتابة دالة لاست موديول لاست get last واحد، بهذه الطريقة نقوم بجت last دو ال. ففي النهاية فالجدول يحتوي على قيمة واحدة فهي L. اوكي، فالاش في هذه الحالة لا تستخدم. نقوم ب underscore اش last. فلاست دو جيت لاست واحد كما تلاحظون.
فآخر قيمة هي قيمة 23. مثلاً ليست سك، فالقيمة الأخيرة هي 2344. فهذه الدالة التي كتبنا هي تقريبا شبيهة بما يوجد في الأورلانج على ليست لاست. تعطينا القيمة الأخيرة. هنا العديد من الدول الموجودة على الليست، مثلا join او مثلا مين دالة مين، تعطينا ادنى قيمة على الاراي او ماكس او ممبر الى غير ذلك. نعود الى هذا الشرح. مثلا في هذا المثال نقوم بعمل فلتر على قيم هذا الجدول، نأخذ فقط الأعداد القابلة للقسمة على 2. فالدالة في هذه الحالة هي x rem 2 تساوي 0. عندي مشكل في الكوبي كولي. اوكي، كما تلاحظون فهذا هو نفس المثال الذي استخدمته لشرح الماتش باترن. هنا نقوم بجمع أعداد جدولين من نفس الطول، يعني القيمة الأولى من هذا الجدول زائد القيمة الثانية. بيت سانتاكس، فالبيت سانتاكس هي أحد السانتاكس المشهورة على لغة الأورلانج، تمكننا من القيام بالبارس للبرناري فورما. هنا الكولور فهو على فهو مكتوب بالهكس، عندما نقوم بكولور 24 فإننا نعيد كتابة هذا الكولور على 24 بيت. فهو ينقسم إلى 3 بايت، اف 0 9 أ و 29. فهو على
عفوا. اوكي هذا كمان المشكلة هو اننا لم نعرف طول هذا الفاريبل. اوكي اذا كنا نريد تجاهلها نكتب 12 برناري. اوكي صراحة لم اكن اعرف هذا الشيء انه لا يمكن تجاهل قيمة البقية في البرناري. اذا كنا نريد مثلا فقط اخذ 3 بيت المشكل هو ان اغ اصبح باوند. نكتب اغ 1 إذا أخذنا مثلا 3 بيت من R1 وجب أخذ 5 بيت من R2 كما تلاحظون. فR1 ستأخذ 7 و R2 تأخذ 16. فهم لا يصرحون هذه الأشياء، فقط يأخذون أمثلة تقليدية. ف24 فهي مضاعف 8 RGB. إذا كنتم تريدون أخذ عدد أقل من 8 وجب إضافة فاريابل آخر لملء القاد. لكي يصبح مجموع السايز الخاص بهذا الفاريابل هو 8 بيت. هنا مثال للبارس للهيدر الخاص بالTCP. فالسورس بور على 16 والديستنيشن على 16 تأخذون مثلا سان برناري من بيك اب وتقومون ب سان برناري تساوي هذه ستراكتر وتحصلون على البارس الخاص بالهيدر للTCP. يمكن ايضا تنفيذ ليست كومبريهنشن بالنسبه للبرناري.
الموديولز. كما سبق وأن رأيتم، فالملف الذي قمنا بكتابته فهو اسم الموديول وينتهي ب امتداد الأورلانج ERL. هنا في الموديول تكتبون اسم الموديول والدوال الإكسبورت، يعني الدوال التي ستظهر من خارج هذا الموديول. إذا لم تضعوا دوال في الإكسبورت فهي عبارة عن ستاتيك خاصة بهذا الموديول، يعني لا يمكن النداء لتلك الدوال من خارج هذا الموديول. فالفيشي البيم هو البايت كود الخاص بلغة الأورلانج. اسم الدالة وعدد الأرغيمون الخاص بها. فجيت لاست تأخذ أرغيمون واحد، لذا قمنا بكتابة جيت لاست سلاش واحد. الكومبايل الخاص بالكود تقومون ب سي لاست URL. إذا قام بإرجاع أوكي واسم الموديول فالعملية ناجحة. في حالة الإيرور فالعملية فهي غير ناجحة، إما اسم الموديول فهو غير موجود أو توجد أخطاء على هذا الموديول. تلاحظون يقول ان هناك خطأ في السطر 10. هناك ايضا تعليمات URL C compiler تقوم بنفس عمل السي من داخل الشيل. مثلا معلومات اخرى output dir debug info. نعم هناك دالة موجودة مع كل الموديول مسمات بموديول انفو. فموديول انفو تعطينا معلومات حول هذا الموديول، اسم الموديول والدوال الاكسبورتد والاتريبيوتس الخاصة بهذا الموديول. الفيرشن يمكن ايضا اضافة الاوتر يمكن اضافة مثلا اوتر. موديول انفو الآن أصبحنا نتوفر على اسم الكاتب في البرنا ريكورد الخاص بهذا الموديول.
الشيء الذي يجب أن تكونوا فهمتموه جيدا في هذا الدرس هو الماتش باترن وكيفية استخلاص الحقول. مثلا أورلانج تايم، فالحقل الأول هو الساعة، الدقيقة والثانية، فأش هي السابعة، الدقيقة 14 والثانية 8. إذا كنا مهتمين فقط بالساعة نقوم بتجاهل الحقول الأخرى بعلامة أندرسكور. بهذه الطريقة هنا ما يسمى بالجارد. فالجارد هو عبارة عن حماية لهذه الدالة، يعني يتم تنفيذ هذه الدالة فقط عندما تكون L هي عبارة عن ليست. مثلا when is list، يعني في حالة إذا ما قام المستخدم بتمرير شيء آخر غير list لا يتم تنفيذ هذه الدالة. فالجارد هو عبارة عن حماية لهذه الدالة. مثلا old enough، يتم تنفيذ هذه الدالة فقط عندما يكون x أكبر من 16. يمكن أيضا القيام بهذا الشيء داخل الدالة من دون guard، إلا أن الجارد فهو يتفقد الطايب الخاص بالبارامتر الممرر لهذه الدالة. هنا الإف، والإلس مثلا مثل هذه التعابير، فإذا كان كات صوت الكات فهو مياو، يعني أن الفاريابل أنيمال سيحتوي على مياو إذا كان كات. وفي الأخير يتم وضع هذه القيمة على توك، ومن ثم في النهاية نضع اسم الحيوان وإضافة الطاق. فهذا النوع يسمى بالبرمجة Declarative Programming. Case of، فالكيس هي عبارة عن دالة قوية جدا على الأورلانج. فالكيس تقوم بالماتش باترن، يعني كيس هذه العبارة إما أن تكون فغي أو فو أو شيء من أو شيء آخر، يعني نستطيع القيام ب مثلا نكتب بونجور بي، نكتب كيس بي اوف، فإذا كان بي ميل و نيم
نكتب يو فورما بونجور بهذه الطريقة. وإذا كان في ميل ونيم بهذه الطريقة، وإذا كان شيء آخر ليس ميل أو في ميل نكتب يو فورما بونجور نضيف دالة بونجور إلى الإكسبورت بونجور واحد بونجور نقوم بتمرير ميل مثلا إذا قمنا بتمرير شيء عشوائي، فالشيء عشوائي قد يكون أي شيء، يعني الحالة الثالثة، وليس بالضبط أن يكون توبل، قد يكون أي شيء. مثلا شندو كاركتر فهو يتجاهل كل شيء، تقوم بتمريره في الحالة الثالثة. شيء مهم وجب عليكم تذكره فهو الحالة العامة، يجب دائما تأخير الحالة العامة. فإذا قمنا بوضعها في البداية فأندرسكور فهي كل ما يتم تمريره، فالكيس ستعطينا الحالة الأولى في جميع الأحوال، ولن يقوم بمقارنتها مع هذه العبارات. يعني نبدأ بالأشياء التي فيها ماتش، وفي الأخير نقوم بوضع الحالة العامة. لا داعي لتجربة هذا الشيء. كما تلاحظون هذه الأمثلة تحتوي فقط على الجارد، فالجارد مهم نسبيا في الأورلانج ويختصر بعض الوقت. الجارد داتا تايب مثلا is atom is bit string. إذا كنا نريد حماية دالة معينة من التايبس الخاطئ، مثلا is atom، نقوم بتنفيذ تلك الدالة إذا كانت أحد الحقول أو المعطيات هي atom. آمل أن تكونوا استفدتم من هذا الدرس حول أساسيات لغة الأورلانج باستخدام الكتاب Learn New Some Erlang for Great Good، وإلى اللقاء في شرح آخر.